بتقول ايه؟ بتخرف؟ انا مش بخرف يا ماما، هدى هي اللي راحت منها. الهانم رايحه النيابه وهي عارفه انها مش هترجع تاني. بمنتهى البرود كلمه واحده بس هتقولها، كانوا هيحجزوها. يحجزوا مين يا انكل؟ لا يا حبيبتي مفيش اي حاجه. لا انت بتكذب. الله، انت قلت ان مامي هتروح السجن. لا لا مفيش كلام من ده، مفيش كلام. اهدي يا حبيبتي اهدي، تعالي معايا. اجي فين؟ انا عاوزه مامي. طيب مش سيبي السوق يابا وما حلوه مع بعض. يلا انا عاوزه بابي. عاوزه بابي دلوقتي حالا. حاضر هنروح. ماما احنا لازم نعمل حاجه، احنا لازم نتصرف. المحامي بيقول الوضع زي الزفت. انا نفسي افهم هي عملت كده ازاي بعد كل اللي احنا عملناه ده. مش عارفه اعمل ايه. حدش ازاي تعمل كده؟ انا كلمت مراد، تليفونه مقفول وبابا مسافر. مراد وبابا هيعملوا لك ايه؟ كلم الكلب اللي اسمه علاء ده يجي معانا في المشكله، هو لازم يخرجنا منها. تنتقم من نفسها، تنتقم منا كمان. ايدك كبيرة قوي، صعبت عليا الطماطمات. لا ما يصعبش عليكي غالي والله يا مدام ليندا، وبعدين زي ما حضرتك شايفة دي طماطماية بتتقطع، يعني أكيد مش هطبطب عليها ولا هبوسها يعني. ويا ريت يعني يا جماعة نركز في التعليقات البناءة، ومن إيه ما نحاولش كده يعني نهبط من عزيمة بعض. وخليكم مركزين معايا في الوصفة اللي إحنا لازم نزود فيها الزعتر مع الطماطم، ونمزجه كويس قوي عشان اهم حاجه عندي ايه؟ الكثافه. تضربوه حلو قوي كده زي ما انتوا شايفين. بطلي عك، عايزين سياده السفير. والله سياده السفير هو اللي موقفنا ببخلوك النهارده، ولا انتوا ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ يعني احنا نقفل الصفحه تقلبوا الدنيا، اجي نطلع لكم اعمل لكم وصفات تقولوا مش عاجباكم، طب نعمل لكم ايه بالظبط؟ انا الحقيقه مش فاهمه اي حاجه. اتعاملي احسن مع الفولورز يا بوز الاخص. طب والله يعني يا بهرة الصبارة، انا هرد عليك اقول لك حاجة واحدة بس، ان الشتيمة بتلف تلف وترجع لصاحبها، وانا مش هرد عليكي، وبرضه هفضل مكملة اللي انا بعمله، علشان انا سايبة كل اللي ورايا وبطبخ لكم. اقفلي اللايف ده وبطلي تهزقي نفسك. معاكي حق يا رشا، انا فعلا هقفل اللايف وهسيبكم كده وقت تخبطوا دماغكم في حيطه عشان كلكم عمالين تكتبوا لي عايزين سياده السفير. انا ذات نفسي عايزه سياده السفير، بس جابوا لكم منين؟ اهو ادي اللايف اهو. انت كويسه يا شيخ فاتن؟ مش عايزه حد يتكلم معايا، سيبوني بقى لوحدي. عايزه ايدي كمان. الو وحشتيني يا زفته. ما تتلمي يا بنتي، انت كمان عايزه اقطع لسانك. سيبك من الناس وركزي في شغلك شويه. مين دي اللي لسانها فالت؟ دول ناس عايزين بضرب الشبشب كده اهوت على بقهم. الست بتقول لي انا بوز اخس، انا بوز اخس. بصي ما تفكرنيش بقى، خلاص الموضوع ده انسي مات. المهم انت عامله ايه؟ ولا اي حاجه، قاعده بتعشى وزهقانه مستنيه نوزي لحد ما يرجع من السفر. فادي وصل عندك ولا لسه؟ ايه ده، هو فادي رجع النهارده؟ يا دي الغم. طب اقفلي بقى اما الحق اظبط الدنيا قبل ما يجي. سلام يا فاتي. ايه كم الشكاوي اللي الطباخين بيقولوه ده؟ يا دي النور يا دي النور، ده ايه النور اللي مال المطبخ ده كله؟ الحمد لله على السلامه يا مستر فادي. ما تصعبتيش عليا يا فادي، مطلعين عشيتهم ليه؟ يا ولادي هو سيادة السفير فين ها؟ وايه موضوع المانيا اللي هو سافرها دي؟ هو احنا بنقرب ولا بنبعد؟ انا مش فاهمه حاجه. هتقعدي تتوهي؟ هتقعدي تتوهي كتير؟ اهو بيتكلم اهو. طب سلم عليه والنبي. استنيني بس. ايوه يا عمو. انا مش فاهم ازاي ما طبقتش في زماره رقبته. ازاي سبته يمشي؟ يا عمو يا عمو، انت رايح تحل مش تعمل مشكله جديده. وهو يعني مش هيروح الجامعه بكره؟ من نجم انا في الجامعه ومش هسيبه. يا عمو ما انت برضه لازم تلاقي طريقه الطف من كده تتكلم معاه بيها. مش طبيعي يعني ان انت اول ما تروح له هيقعد معاك ويحل معاك المشكله. ماشي يا فندم، يلا تصبح على خير. طيب يا عمو انا هبعت لك على الميل شويه تعديلات كده وحاجات بتحصل، ارجوك ارجوك بص عليها كويس. ماشي يا حبيبي، يلا تصبح على خير. ماشي يا عمو، مع السلامه. أهو السبب في كل اللي بيحصل ده. شايف عملت ايه؟ شفت وصلت البنت لأي مرحلة؟ ماما مش بالراحة، ماما مش كده يا ماما بالراحة. أمال إزاي؟ على فكرة أنت معانا،
ولو هدى راحت في داهيه مش هتبقى لوحدها. طب معلش يا طنط، بس ممكن تهدي شويه عشان كل الناس بتتفرج علينا. قسما بالله انا ما هسيبك غير لما تخرجنا من المشكله اللي ورطتنا فيها دي. يا طنط كل حاجه كانت ماشيه تمام، ده حتى المحامي قال لي قبل التحقيق ان كل ده كلام فارغ، ولو كانت هدى انكرت وقالت ان الصور دي اي كلام ما كانش وكيل النيابه سمح ان الكلام ده يبقى قضيه اصلا، ولو الكلام ده كان راح للمحكمه ما كانش القاضي هيقدر غير اللي قدره في الاول. يا ابني ما مش بتتكلم على اللي حصل في القضيه ولا الورق ولا النيابه، ما بتتكلم على اسلوبك المعفن مع هدى، بيضغط عليها يا ماما نفسيا. هدى عملت في نفسها كده بعد ما حست انك انت هتاخد منها كل حاجه حتى بنتها، راحت توجي نفسها في داهيه وانت عارف كده كويس قوي. لا معلش، الكلام ده بقى انا ما بفهموش ومش عارف اخد ودي معاكم فيه. لو عايزين تتكلموا معايا في القانون وحل المشكله دي قانونيا اوكي، انما بقى صعبانيات ومشاكل هدى النفسيه الكلام ده انا ماليش فيه، الكلام ده مع الدكتور بتاعها. يعني ايه؟ هتشيل ايدك؟ بيتهيألك. يا طنط اللي بيحصل دلوقتي التماس اعاده نظر، مفيش حاجة اسمها الاعتراف سيد الأدلة، القانون بتغير، فبدل ما احنا عمالين نضيع وقتنا في كلام فارغ ومين السبب، أنا شايف إن احنا لازم نثبت إن اعتراف هدى ده أي كلام، علشان لو الموضوع ده راح المحكمة القاضي ما ياخدش بيه.